رجالي وحريمي. وبين البنين الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص منوره عالية منوره. ايه يا شاعر؟ ايه؟ ها؟ انا فين يا ولاد الكلب؟ انا فين؟ انا فين؟ انا فين؟ انا فين؟ ادم جاي جاي. بس انا عندي مشكله لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون هيقول لي ادم فين هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم وقف. ما تتكلمش والله. اسمك عاليه ها؟ المفروض الصفحات واطيه حياه ام شعرك ده ها؟ سبع رجاله طلعت. يا شاعر والله العظيم ما اعرف. والله العظيم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف. بقول لك يا شاعر والله ما اعرف. والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه. هات ام ما حد خارج من المحبس يا علي. تجيلي كده يا حيوان. بص عليك يا حيوان. يا روح يا شيخ. عكس خالص. سمعني ها؟ سمعني يا حاضر. والله العظيم ما حنطق. والله ما حنطق. بقول لك يا شيخ انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيدة نهاية آدم عبد الحي. بس انت كده تحتاج قلم ورقة. أنا معايا قلم و استنى لقيت قلم أهو. حرام! 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 يا كراميلا حياة أم. حاضر والله يا فندم أنا أعرف. هتخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر يبقى عمرك ما هتخرج. يا ده انا عايزك تسترجل. يا فندم والله انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ يا فندم انا لو انت كده راجل. حاضر نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها؟ سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا لو يا فندم انت انا نفسي حد بقول لك ادم فين؟ ادم فين يا يا واطية عالية عالية حرام. انا عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك. حاضر يا فندم. ماشي حاضر. عايز نسوانك اجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز هتجيب الصوت ده؟ ها؟ عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا؟ لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما شوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا. سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. مالك يا دكتور تعبان ولا ايه؟ عليا وطاهر وكريم طابت عليهم. ايه؟ ليه؟ يا نهار اسود. مؤكد عشان اللقاءات وصفحة التضامن مع آدم اللي عملتوها على النت.
ريتهم عرفوني ولا ساعدوني. انا ورطت معايا ناس ملهمش اي ذنب. امن الدوله بيدوروا عليكي، راحوا لك البيت وما لاقوكيش. يلا بنتي عشان نشوف هنعمل ايه. هتروحوا فين؟ معرفش. طيب هستناك في العربية. تروحي فين؟ خليكي معايا ونسافر مع بعض. ما ينفعش يا ادم، لازم حد يقعد يواجه الظلم ده بقى، كفاية كده بجد. خلاص يبقى انا هقعد معاكي ونواجه الظلم ده مع بعض. برضه ما ينفعش، انت لازم تسافر في الميعاد اللي اتحدد لك. الموضوع بقى خطر عليك قوي، بقتش حكايه قتل وبس. بعدين انا مهما كان شاهده، بعدين هيقولوا عليا ايه؟ ارهابيه؟ انا مسيحيه. على فكره ينفع، لان الحاجه الوحيده في بلدنا اللي ما فيهاش فرق بين مسلم ومسيحي هي الظلم. ليه كده؟ مش عيب، تقلقش عليا. يلا نانسي ورحمة يوسف لتاخدي بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان خلي بالك من نفسك. بابا اتفضل. ازيك يا انا بنتي؟ الحمد لله. انا شفت الخبر وعرفت ان ادم بريء واني ظلمت ونسيت عليه، بس انا برضو معذور. انا زي اي اب في الدنيا كان نفسي اسطرك وجوزك راجل معاه فلوس عشان يعيشك مرتاح بقيت عمرك. نسيت في لحظة ان الفلوس مش كل حاجة. انت كان عندك حق، انا ادم هو البني ادم الشاب. ممكن ابقى مطمن لو مت وانا سايبك معاه. ما تشر عليك، وحشتيني وحشتيني يا بنتي. وانت كمان وحشتني وحشتني قوي يا بابا. سامحيني يا بنتي. حبيبي يا بابا ما تقولش كده، وحشتني قوي. وحشتني يا ابني. وانت كمان وحشتني. انا بنتك وانت ابويا، احنا ملناش غير بعض يا بابا. حبيبتي يا بنتي. ايوه هشام. ازاي معليك يا باشا؟ انا اسف ان انا بكلم سعادتك في الوقت ده. يا سياده اللواء ارجوك اقف جنبي ساعدني، انا مش متعود على القعده في البيت بالشكل ده. وانا اعمل لك ايه بس يا هشام؟ انت موقوف عن العمل بسبب التحقيق، دي مسائل روتينيه وانت عارف ان احنا ما نقدرش نتخطاها. ايوه يا فندم، بس سعادتك عارف ان انا مظلوم. وبعدين سيف هو السبب، هو اللي واجه لي الاتهام، وبعدين هو نفسه يا فندم بيتخطى القانون وبيتجاوز القانون طول الوقت. اسمع يا هشام، انا عايز اقولك على حاجه. سيف مش موضوعنا دلوقتي، خلينا في ادم عبد الحي اللي هرب بسببك وخلى روسنا في الطين. صدقني يا باشا، احنا موضوعنا سيف الحديدي مش ادم عبد الحي، لان هو السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي، بسبب تعنته واصراره على تلفيق التهم للناس وضربهم واهانتهم وذلهم. هو ده اللي خلى الحقيقه تتوه. راعي يا هشام ان سيف الحديدي رتبه اكبر منك وما ينفعش تتكلم عليه بالاسلوب ده. ويصح انه يظلم بريء ويتجاهل دليل براءته؟ هو ده اللي اتعلمناه يا باشا؟ هو ده القانون؟ وبعد كل ده
يجي لي البيت في انصاص الليالي عشان يهددني؟ يهددك؟ ايوه سعادتك، العقيد سيف الحديدي جالي البيت وهددني، ولولا ان انا شخص عاقل كنت اتصرفت معاه تصرف تاني. يعني يا هشام انت عارف انا بحبك قد ايه وبعملك زي ابني ودايما بشجعك لانك ظابط كفء ومثل للشرف والامانه. اسمع يا هشام، اول ما التحقيق هيخلص هرجعك الشغل على طول. متشكر سعادتك، متشكر، بس يا فندم انا ليه عند سعادتك طلب، واتمنى يعني لو ما عليك ساعدتني فيه. خير يا هشام؟ بنتي سعادتك، حضرتك طبعا عارف الحادثه اللي حصلت لها. عارف يا هشام، الف سلام عليها. الله يسلم حضرتك. هو انا